ده ينضم معنا المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الصبان. دكتور محمد، اهلا وسهلا بك معنا في هذه النشره. يعني كيف تعمل المملكه بدايه دكتور جنبا الى جنب مع الدول الاعضاء في مجموعه العشرين على دعم الاقتصاد العالمي وتجنيب العالم مخاطر الازمات الاقتصاديه المختلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافه. في الواقع دور المملكه العربيه السعوديه في هذه القمه وفي القمم السابقة مهم جدا. المملكة العربية السعودية هي صمام الأمان بالنسبة لسوق النفط وتعمل على تحقيق استقراره، كما أنها مرتبطة بكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. هي ستساهم حتما في اجتماع أوساكا أو قمة أوساكا في كثير من القضايا، منها المساعدة في حل ما يمكن يعني يمثل تباطؤا في الاقتصاد العالمي نتيجة للعديد من العوامل، منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأيضا الأزمات التي تواجهها المنطقة وتهديدات إيران لمضيق هرمز. كل هذه الأمور ستناقش وستكون المملكة مشاركا فاعلا في هذه المناقشات التي ستتم بحضوري أو بمشاركة سمو ولي العهد. نعم. طيب دكتور محمد، هذه الحرب التجارية التي أشرت إليها بين الولايات المتحدة والصين، هل من الممكن أن تكون يعني يتم يعني حلها أو يتم طرحها على مدى يومين في هذه القمة، أم ستكون حاضرة فقط ربما في الاجتماعات الثنائية واللقاءات الثنائية للقادة، وخصوصا لقاء الرئيس الأمريكي بالصيني؟ في الواقع هذه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد بدأت منذ فترة ولم تبدأ الآن خلال القمة. خلال القمة ستكون هنالك اجتماعات ثنائية حتما، ويتوقع الكثيرون أن يكون هنالك انفراج، خاصة بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي الذي يقود المفاوضات الفنية بأن 90% من اتفاق التجارة بين أمريكا والصين قد تم التوصل إليه ولم تبقى إلا 10%، وهذه 10% طبعا قد تكون هي المسائل المعقدة التي قد تحل من خلال الاجتماعات الثنائية. لكن الكثيرون لا يتفاءلون كثيرا بحدوث انفراج في خلال هذه القمة، لكن هي في طريقها للانفراج، لأن نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي سيئة جدا، كبيرة جدا، تؤدي إلى مزيد من التباطؤ، تؤدي إلى انتشار هذه الحرب التجارية ليس فقط بين أمريكا والصين، وإنما ستشمل العديد من مراكز القوى الاقتصادية في العالم. نعم. طيب دكتور محمد، يعني بالعودة إلى دور المملكة في هذه القمة، المملكة العربية السعودية هي تتقدم، تتحسن مراكزها في 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 المؤشرات الاقتصادية بشكل كامل، حتى مرتبتها بالنسبة لمجموعة العشرين هي في تقدم كبير عما كانت عليه قبل سنتين أو 3 سنوات. هذا المستوى الذي وصلت إليه المملكة كيف ينعكس على طبيعة مشاركتها في قمة العشرين؟ جميع الدول التي تشارك في مجموعة العشرين لها وزنها ولها أهميتها، ولم يتم اختيارها اعتباطا، بل أنها تمثل أكبر اقتصادات في العالم، ومن هنا تأتي مشاركة المملكة، والكل يعرف أهميتها الاقتصادية، والكل يعرف حجم الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة، خاصة بعد انطلاقة رؤية 2030. وقد رأينا كيف أن رجال الأعمال الكوريين في زيارة سمو ولي العهد خلال اليومين الماضيين، كيف أبدوا اهتمامهم الكبير للاستثمار في المملكة، منها شركة هونداي المعروفة وشركة سامسونج وغيرها. ونفس الأمر سيكون هنالك من خلال اتصالات الثنائية التي يعقدها سمو الأمير محمد بن سلمان مع مختلف الستيك هولدرز، مختلف المعنيين سواء من القطاع الخاص أو المسؤولين الحكوميين لمختلف دول العشرين. الأهمية كبرى، الأهمية للمملكة ليست بجديدة،
خاصة وأن المملكة ستستضيف العام القادم اجتماع مجموعة العشرين. صحيح. فالكل يولي اهتماما بأنها هي دولة محافظة متوازنة مستقرة اقتصاديا. هذه كلها عوامل بإذن الله تساعد على نجاح القمة العام القادم، وأيضا تساهم في نجاح هذه القمة الحالية. نعم. طيب دكتور، يعني الآن هذه القمة التي تستضيفها أوساكا اليابانية مع هذا الزخم المتزايد من المشاكل التي تحدثت عنها، المشاكل الاقتصادية والحروب أيضا ما بين بعض الدول في العالم، أين يبرز أو أين تبرز مسألة إمدادات الطاقة والتهديدات التي تتعرض لها إمدادات الطاقة تحديدا من منطقة الخليج من قبل إيران، في ظل أيضا هذا السعي العالمي أيضا لأن يعني تستقر أسعار النفط بجهود المملكة العربية السعودية التي قامت بها سابقا نحو مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء؟ صحيح، في الواقع وجود أو طرح مسألة التهديدات الإيرانية في منطقة الخليج العربي في هذه القمة لم يأتي اعتباطا أيضا، بل هو في محور النمو الاقتصادي العالمي. أي تأثيرات وعرقلة للإمدادات من منطقة الخليج سيؤثر سلبا في أسعار النفط، سترتفع إلى مستويات كبيرة جدا تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وحتما تؤثر في نمو الطلب العالمي على النفط. ولذلك الجميع يهتم، حتى الدول التي لا تستورد من منطقة الخليج، طالما أنها دول مستوردة للنفط ستتأثر بارتفاع أسعار النفط. فلا يمكن تصديق من يقول أن هذه المنطقة لا تهمنا. المنطقة تهم الجميع، جميع الدول المستهلكة للنفط من مختلف المناطق. ولذلك فالاهتمام العالمي بمسألة تهديد الإمدادات من منطقة الخليج العربي هو اهتمام جاد، ولذلك ستكون مسألة تهديدات إيران مطروحة وبقوة، وأرجو أن يكون هنالك اتفاقا وتقليل من الاختلافات الموجودة على سبيل المثال بين الولايات المتحدة وروسيا حول هذه التهديدات في ظل الحرب الباردة بينهما، وأيضا بقية الدول التي لا زالت غير مقتنعة بأن هذه تمثل تهديدات كبيرة. من جدة المحلل الاقتصادي دكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك.